بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا من أهل النعيم المقيم في جنة النعيم، واجعلنا هنا أصحاب عيش كريم يا كريم يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على الأشقياء أهل البهتان. يقول يروي الطبراني عن أهل الشام، الآن داوم بالأهل المدينة صح الواحد، من آذى أهل المدينة أي المدينة المنورة بقدوم الرسول الكريم المحرر العالمي، حرروا من عباد الأوثان، وحرروا من الطغيان، وحرروا من ظلمات الظلم والكبرياء، والعياذ بالله، عايزك تنتبهوا بالضبط من هو الرسول الكريم. فعلا هو أول واحد حرر البشرية من تسلط شياطين الإنس والجن. من آذى أهل المدينة آذاه الله، لعنه وطرده من رحمتي، وعليه لعنة الله والملائكة اللي مش لعنه والرب المهيمن الأكبر، ولا منازع لله، خلق وسيطر وحكم وغفر وعذب ولعن من هو وصف الروح باش يكون ملعون أي مطرود من رحمة الله. رحمة ربي وسعت كل شيء. فما ناس من أمطار بورقيب وبن علي وسبسي السيسي تونس من أول اختاروا أن يكونوا من أهل الملعونين العياذ بالله. من آذى أهل المدينة، قالك المدنية عندنا يعني تحت حسمس لا مدينة لكم يا توانسة يا أخوان، جيع هي توانسة، ولكن يجملنا هي أن نكون مسلمين إخوان في على سبيل رب العالمين وعلى خطى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعود إن شاء الله.